وصفه بسكوت السينابو، وصفه حلوه جدا جدا وسهله قوي، ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم خالص. بصوا يا شباب معايا ايه بقى. معايا كوبايتين من الدقيق، دقيق عادي مش لازم دقيق مخبوزات ولا حاجه، بالعكس دقيق كيك ينفع، دقيق اي دقيق مفيش مشكله. معايا كوبايتين من الدقيق، معايا كوبايه من الزبده، زبده طريه طريه يعني بدرجه حراره الجو ما تبقاش سايحه، ولو ساقعه شويه حلو مفيش مشكله بس برضو ما تبقاش ساقعه قوي يعني، تمام؟ احنا في الحالتين لو طريه او ساقعه حلو اوكي، لكن سايحه طبعا مش هينفع. ومعايا معلقتين كبار من السكر البودره، ومعايا طبعا رشه ملح. هنحشي الكلام ده وقبل ما نحشيه هنحتاج شويه ميه عشان نلم بيها العجينه. شويه الميه دي ممكن تبقى معلقتين ثلاث معالق ميه بالكتير، ويفضل الميه تبقى ساقعه، تمام؟ كوبايتين دقيق، رشه ملح، كوبايه زبده طريه او زبده ساقعه، ومعانا شويه ميه هنعجن بيهم الكلام ده كله، معلقتين ثلاثه بالكتير ميه ساقعه. الحشوه بقى محتاجه سكر بني، هنقول تقريبا كميه بتاعت ربع كوبايه او حاجه، او حتى نص كوبايه حسب ما انت هتعملي وهتحطي، بس احنا مش هنحط كتير، فهنقول مثلا معلقتين ثلاثه كبار من السكر البني، ان وجد ممكن تستخدمي السكر الابيض. ومعايا معلقتين كبار من الكاكاو الخام، يكون نوع حلو عشان يبقى طعمه حلو. ومعايا كمان معلقه صغيره من القرفه، وكمان ممكن نستخدم مكعب زبده كده لو حبينا ندهن العجينه بعد ما نخلصها قبل ما نحط الحشوه، اللي هي كاكاو وقرفه وسكر بني وزبده. حلو كده. في بقى توبنج بيتحط على السينابو واحنا عارفينه كله، اللي هو التوبنج اللي لونه ابيض اللي بالجبنه، صوص الجبنه، هنعمله بس ايه عشان نحطه كده جنب البسكوت لو حابين تغمسوا بيه البسكوت. عباره عن ايه؟ معايا الجبنه اللي هي المربعات، تمام، او في انواع في السوق تانيه كتير زيها اللي هي بتبقى ملحها خفيف وكريمي، تمام. انا اللي معايا دول تقريبا 8 مكعبات من الجبنه بما يعادل 8 معالق، تمام. لو هتجيبي اي نوع جبنه تاني او جبنه التشيز كيك هتنفع جدا. ومعايا كمان ربع كوبايه من الزبده الطريه، مش عايزينها سايحه خلوا بالكم. ومعايا كوبايه من السكر البودره المنخول، معلقه صغيره من الفانيليا، تقريبا 3 4 معالق كبار من اللبن، وهحتاج رشه ملح. بس ده كده التوبنج، عشان بقى ما تتلخبطوش هنعمل العجينه الاول. نعمل كده، عايزين ايه نطلع فوطه نظيفه، ونحط الدقيق اهو، رشه ملح، السكر، سكر بودره، والزبده الطريه، كوبايه زبده طريه، تمام كده. وهفتفت الزبده كده مع الدقيق، الزبده الطريه مع الدقيق كده اهو. عايزينهم ايه؟ عايزه الزبده تدخل في الدقيق كله. كده هنحتاج ميه زي ما اتفقنا، معلقه معلقتين، الهدف من الميه بس ان العجينه ايه تمسك كده معانا كده. احنا لو اتكينا على العجينه قوي هنلاقيها ايه، بصوا مسكت، فاحنا هنحتاج معلقه واحده بس من الميه تساعدنا بس انها ايه تلم معانا. معلقه ميه واحده فقط كده. العجينه دي لو عملتيها وشلتيها في الثلاجه تقعد معاكي 3 ايام في الثلاجه زي الفل، مش هيحصل لها اي حاجه، عشان مثلا لو عملتي منها كميه واتبقى عجينه وبقيتي مش عارفه تعملي فيها ايه ممكن تحطيها في الثلاجه شويه بتعملي بيها اي نوع بسكوت تاني. كده خلاص هي اتلمت معانا. عايزه اعمل ايه بقى اقول لكم حالا، نجيب بس كده القرم هنا، وعايزه اجيب قرمه العجين عشان نفرد فيها البسكوت ووريكم بحط عليه الحشوه ازاي وبقطعه ازاي. كده
حلو قوي. نعمل ايه بقى؟ عايزين نفردها. كده. نفردها رفيع يعني، مش عايزينها ايه تبقى تخينة. كده. لو عايزين تزودوا بقى في الكمية، لكل كوباية دقيق نص كوباية زبدة، واحنا هنا مستخدمين كوبايتين دقيق وكوباية زبدة. فاهمين قصدي؟ بقية المكونات عادية هي هي، اللي هي رشة الملح، السكر، احنا حاطين مع كوبايتين الدقيق معلقتين كبار سكر، فممكن تزودي سكر شوية او حتى تخلي نفس السكر نفس الكمية، مفيش مشكلة، عشان لو حبيتي تعملي كمية اكبر. تمام كده. ايوه بس، عشان طبعا مليانه زبده فهتلاقوها ايه، وكمان المفروض يعني انها تدخل التلاجه شويه بتاع 20 دقيقه ولا حاجه، عشان الزبده كده ايه تمسك فيها حلو. ممكن انا طبعا استخدمتها معاكم كده على طول عشان اوريكم انا هعمل ايه. معايا بوله كده صغيره هنحط فيها السكر البني والكاكاو والقرفة ورشة ملح عشان يعادل الطعم بس بتاع السكر. نقلبهم كده كويس، مكعب زبدة كده بسيط قوي. ممكن ندهن كده بس خبطة كده، خبطات كده. هي العجينة صحيح كلها زبدة، بس يعني ايه لطشة الزبدة اللي احنا عملناها دلوقتي دي هتفرق شوية في الايه، في ان الحشوة تمسك كده اهو. زي ما قلنا برضو لو مفيش سكر بني خلاص استخدمي السكر الابيض العادي بس كده. هعمل ايه؟ هنلفها رول. انا بقى ايه مش هغير الجلوفزات، في شويه سكر وقرفه وبتاع بيعملوا طعم ظريف على فكره. انا في مره كنت بتكلم مع العيال وعملتها، وبعدين قلت يا العجينه اتلحوست وبقى شكلها وحش، وبقيت متضايقه. بعد ما استوت لقيتها حلوه جدا، شويه اللون اللي بره ده عمل لها طعم حلو. بس هنبرمها بقى كده كده اهو. بس هي علشان بسكوت رفيع فاحنا مش هنلف الرول لغاية الاخر، هوريكوا ازاي دلوقتي. احنا كده بنلفها كده اهو لغاية النص بس. تمام كده. ودي بقى هنفردها برضو، هنلفها برضو لغاية النص عشان يطلع حجم البسكوت صغير ميبقاش كبير. هوريكوا قصدي دلوقتي وانا بقطعها هتفهموا انا اقصد ايه. كده نبتدي نقطعه كده. بصوا بيبقى شكله عامل ازاي. كل رول فيهم هتقطعوه بالشكل ده، وتقطيعات كلها رفيعه. بصوا احنا عايزينها رفيعه علشان ايه البسكوت يبقى مقرمش. حاضر يا استاذه. وخلي بالكم كمان ان انا ايه العجينه مرخمه معايا قوي. ليه بقى؟ علشان احنا ما حطيناهاش في التلاجة. عايزه بس اوريكم الفكره اهو، وبيترص في الصينيه. حاضر هعمل الصوص حالا. حاضر. بيبقى البسكوت كده يا جماعه شكله رفيع كده، واحنا عاملين منه طبعا مقدمين هناك استاذ احمد هيجيبه لنا حالا. تمام. والعجينه اللي هي كانت خفيفه اللي قدام دي انا بعجنها تاني وافردها والفها من غير حشوه ولا حاجه، وبقطعها برده وتعمل لنا برده بسكوت لطيف جدا هيبقى متلطخ بالايه بالكاكاو والقرفه. حلو قوي 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 قوي.